سؤالي للدكتور عبد العزيز بالنسبة للأرقام في اللغة العربية. احنا نستعمل مع المعدود من الرقم 3 إلى 10، المعدود يكون مفرد، يعني مثلا نقول 3 كتب، 4 كتب، 5 إلى 10 كتب، المعدود يكون دائما مفرد. من بعد الرقم 10 يتحول المعدود إلى، أقصد في الأولى يكون جمع المعدود، أيوة، من بعد الرقم 10 يتحول المعدود إلى مفرد، يعني من بعد الرقم 10 20 50 65 كتاب مفرد. إيش السبب؟ طيب جميل، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. نعم، سؤال جيد. أولا، ما ذكره في الأعداد من 3 إلى 10 هذا كلام صحيح، لكنه هو المشهور، وبعض العرب أيضا يفرد مع العدد المعدود، فيقول مثلا 3000، هذا هو الأفصح. هؤلاء من العرب يقولون 3000 و5000 و6000 و7000 وهكذا، فيفردون المعدود مع العدد. هذا موجود في لغة العرب، ولكنه ما جاء في كلام في القرآن الكريم، ولا أيضا ما جاء في السنة، ولا في كلام الفصحاء، لكنه مذكور ويذكره العلماء حتى في سورة آل عمران. طيب، أما بالنسبة للأعداد المركبة في 13,000 و20,000 وما بعدها، يعني ما بعد العشرة، فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى الجمع، لأن الجمع يفيد حينئذ المحدودية بأنها محدودة ومعدودة. وحتى كلمة آلاف هذه على زنة أفعال، وأفعال من جموع القلة، وجموع القلة من 3 إلى 10. وأما هنا فقد دل العدد نفسه على الكثرة، فلا يحتاج هنا إلا إلى التمييز فقط، 20 غزال، ولا اشتريت 20 غزالا، أو 20 كتابا، أو نحو ذلك، لأنه قد عرفت العدد وجمعه، يعني وحصره وعدده من خلال العدد نفسه، هو عبر عن نفسه. نعم. وهو يعبر عن الكثرة، يعني هو نفسه يعبر عن الكثرة، الأعداد المركبة فما بعدها، لأن الكثرة بعد عشرة، فلا تحتاج بعد ذلك إلا إلى التمييز، والجمع يكون حينئذ من باب اللغو، والعربية ليس فيها لغو.